الموضوع نية الترشح يفهم من زاوية ثانية. هو أولا يعني أول مشاريع المملكة العربية السعودية لرؤيتها من 2030 إلى 2040 إن شاء الله، أنه هذا واحد من الملفات اللي حتكون موجودة على مستوى دعم الرياضة. أيضا هذا المشروع اللي اليوم موجود بتواجد نجوم واستقطاب أسماء كبيرة مستمر، لن يتوقف. اللي كانوا يقولون سنة سنتين، هذا مشروع طويل، آخر حنستضيف كأس العالم. كذلك يجب أن نكون أيضا مواكبين، لأنه إحنا هذا الصدى جاء خلنا نقول بحجم كبير، وإحنا لسه الملف لسه ما حتى أوراق ما نحط فيه. صحيح. يعني بس هي نية وعزم. أتفق معك تماما. يعني مهما نتحدث عن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، هذا القائد الملهم، رجل أفعاله تسبق أقواله، من حديث المؤتمر الصحفي للرؤية إلى الآن، وإحنا نشوف امتداد لإنجازات ومحطات عمل استراتيجي ممنهج، مراحل متعددة فيها قطف ثمار، نمشي ونسير في خطى ثابتة في هذا الاتجاه. الاستضافات السابقة لو تلاحظ عبد الله التصاعد في قيمة الاستضافات، من حجم الألعاب إلى حجم المشاركين إلى قيمة اللعبة على مستوى العالم، إلى الآن الحدث التاريخي الآن اللي إن شاء الله اللي ما هو جديد علينا. يعني كثير من الناس اللي خلينا نسميهم من يجهلون التاريخ يجهلون ان احنا ترى استضفنا نهائيات كاس العالم للشباب. احنا من ابتكر ومن اصحاب فكره كاس القارات، واحنا من انطلقت من عندنا. السعوديه مو جديده عليها، متى ما بغت السعوديه توصل الى شيء راح توصل له. اليوم القياده تخطط لاستضافه كاس العالم، باذن الله حنبهر العالم. نملك طاقات بشريه على مستوى عالي جدا، نملك بنى تحتيه، نملك تخطيط واستراتيجيات مختلفه عن الاخرين، لذلك جميع المقومات التي تنجح مثل هذا الحدث موجوده في المملكه العربيه السعوديه. متى ما قررت القياده السعوديه ان تستضيف، نحن ولله الحمد نسير في خطى ثابته ونعلم ما تحتاج المملكه في ظل قيادتنا. لذلك باذن الله ما ترى هذه الاشادات وهذه خلينا نقول الانطباعات للاعبين الدوليين مثل ما تفضل ابو تركي، هذا امر على ارض الواقع. اخذوا جولات داخل المملكه، شافوا البنى الموجوده، شافوا الاهتمام، شافوا الرغبه الجماهيريه. صحيح. شافوا القدرات اللي موجوده عندنا، لا على مستوى المطارات، لا على مستوى الفنادق، لا على مستوى قيمه المدن وانتشارها. لذلك باذن الله ان شاء الله انه يكون استضافه ويكون عمل وتضافر الجهود كامله انها نوصل الى هالمرحله ان الله احيانا ونشوف المملكه تستضيفها باستضافه مبهره.